السلام عليكم ورحمة الله. ده اليوم مع المفيد في الرياضيات المستوى الخامس، دونك السرعة المتوسطة وسلم التصاميم، لا فيتاس مويان اي ليشيل. دونك لنبحث جميعا، هنا قبل ما نبداو خصنا نعرفوا القاعدة. دونك الا بغينا المسافة الحقيقية كنديروا جداء المسافة على التصميم ضرب مقام السلم. وما معنى السلم؟ السلم دائما تكتب واحد على شي عدد، مثلا 1000. ما معنى هذا؟ معنى ان كل واحد سنتيمتر في التصميم، يعني على ورقة ولا في خريطة، هو 1000 نفس الوحدة سنتيمتر في الواقع. هذا هو القراءة ديال السلم، 1 سنتيمتر على الخريطة. شي مثلا هنا رسم 1 سنتيمتر في شي خريطة، في الحقيقة راه هو 1000 سنتيمتر. اذا الى بغينا المسافة الحقيقية كنديرو جداء المسافة على التصميم كنضربوها في مقام السلم، يعني كنخدمو غير بهذا المقام فقط. جيد، اذا هنا غادي نطبقو هادشي اللي قلنا. تبعد مدينة تازة عن مدينة الناظور على خريطة طرقية بسلم، اذا الخريطة هي السلم ديالها 1 على 1,100,000 بمسافة 10 سنتيمتر. دونك الخريطة الى عبرنا تازة، ما بين تازة والناظور بالمسطرة، غنلقاو 10 سنتيمتر. حنا كل واحد سنتيمتر في الخريطة كيمثل 1,100,000 سنتيمتر في الواقع. في الحقيقة حنا في الورقة لقينا 10 سنتيمتر، اذا كل سنتيمتر 1,100,000، بمعنى 10 نضربوها في المقام، يعني طبقنا القاعدة. لاحظوا المسافة الحقيقية هي المسافة على التصميم نضربوها في مقام السلم، يعني طبقنا القاعدة فقط. اذا الف المسافة الحقيقية، بين المدينتين اذا عندنا المسافة على التصميم هي 10 سنتيمتر، نضربوها في مقام السلم، نطبقوا القاعدة. اذا اي عدد ضربناه في 10 كنزيدو هاد الصفر للعدد. اذا كان عندي هنا 5 ديال الاصفار، غنزيد واحد يوليو 6 ديال الاصفار، دونك 21 و6 الاصفار، يعني 21 مليون، ولكن سنتي متر. جيد، خلينا في السنتيمتر، نقدروا نحولوا مثلا الى اختيار. هما قال لنا غير المسافه الحقيقيه بين المدينتين، ما فرضوش علينا شي وحده، دونك خليناه هكا صحيح، ولكن بالاحسن نحولوا. اذا اللي درنا في الجدول هذا السنتيمتر، ديسيمتر، المتر، ديكامتر، الهكتومتر، كيلو متر، دونك 210 كيلومتر. هذه هي المسافه الحقيقيه. الان باء قطع ممثل تجاري هذه المسافة في 3 ساعات، ما سرعته المتوسطة؟ دونك ب سرعته المتوسطة، غنجيو للقاعدة، يعني كلشي مسألة قواعد فقط. إذا السرعة المتوسطة هي في، لا فيتيس مويان. دونك لبغينا لا فيتيس مويان شنو كنديرو؟ كنديرو دي لا ديستونس، المسافة، هاهي كنقسمو على لو طون، على المدة، على الوقت. إذا غنطبقو هاد القاعدة فقط. إذا في تساوي دي مقسومة على تي، يعني خصني نكون حافظها. إذا في كتساوي دي ديستونس، المسافة مقسومة على الوقت. مزيان، لا ديستونس عندي هي 210 كيلومتر، و لو طون المدة هي 3 ساعات، تساوي دونك 210 على 3. غادي نقسمو 210 على 3، دونك 21 شحال فيها من 3 فيها 7، 7 في 3 21، والباقي 0. غنزلو هاد 0 ونقسمو فيها 0 والباقي 0، دونك 70 كيلومتر على الساعة أو في الساعة. إذا السرعة ديالو كانت 70 كيلومتر في الساعة. جيد، الآن أنجز العمليات في دفتري ثم أتمم ملء الجدولين. إذا عندي السرعة المتوسطة 90 والمدة 7 سوايع، ما هي المسافة؟ ديما نجي للقاعدة، المسافة هي السرعة نضربها في المدة، المسافة هي السرعة نضربها في المدة. إذا المسافة، نخليكم باش تبقى تبان لكم القاعدة،
دونك هنا بغيت المسافة نكون حافظ القاعدة، ندير السرعة في المدة. إذا المسافة ندير السرعة في المدة. إذا السرعة عندي هي 90 كيلومتر في الساعة، ونضربها في المدة اللي هي 7 ديال السوايع. بطبيعة الحال 7 في 0 0، 7 في 9 63. هنا الساعة مع الساعة كندير اختزال، إلا كانوا بحال بحال كتبقى كيلومتر، دونك 630. هنا بغيت السرعة كنجي لهنا للقاعدة كنكون حافظها. إلا بغيت السرعة لا فيتيس، قلنا هي المسافة مقسومة على المدة. إذا إلا بغيت لا فيتيس هي المسافة مقسومة على المدة. نجي نشوف هنايا المسافة 350 كيلومتر، ونقسمها على المدة. المدة هي 5 ديال السوايع، دونك 350 مقسومة على 5، 35 شحال فيها من 5؟ 7، ونزيد 0 كيلومتر على الساعة. هنا مكاينش اختزال، مكاينش اختزال، دونك كيلومتر على الساعة، دونك 70. هنا بغيت المدة، إذا كتقول لي إلا بغيتي المدة دير المسافة مقسومة على السرعة. إلا بغيتي المدة دير المسافة مقسومة على السرعة. غنجي نشوف المسافة هي 480 كيلومتر، والسرعة هي 80 كيلومتر في الساعة. من طبيعة الحال 48 شحال فيها من 8؟ فيها 6، 6 في 8 48، ونزيد 0. هنا قلت لي بحال بحال كنختازل بهم، غتبقى الساعة، دونك 60 ساعة. أو عفوا لا، 480 مقسوم على 80، 480 مقسوم على 80. هنا راه غنختازلو بالصفر مع الصفر. 48 شحال فيها من 8؟ 6 في 8 48، والباقي صفر، دونك هي 6. دونك هنايا غير 6 الساعات، عفوا، دونك هنايا 6 ديال 6 ديال الساعات، 6 ديال الساعات. دونك هادي 6 الساعات. تخي بيان، غنجيو لهنايا نفس الشيء. هنا تطبيق القاعدة، البعد المصغر هو 9، السلم هو 1 على 1000. بغيت البعد الحقيقي، قلنا إلا بغينا البعد الحقيقي، القاعدة كتقول لي إلا بغيتي البعد الحقيقي ولا المسافة الحقيقية، المسافة على التصميم في المقام ديال السلم، دونك المسافة في المقام. إذا 9 في 1000، دونك غنديرو 9 في 1000 هي 9000، ولكن سنتيمتر. إذا غتعطيني سنتيمتر، غنحول لأن أنا باغي بالمتر، سنتيمتر ديسيمتر المتر، دونك 90 متر. إذا هنا 90. هنا بغيت البعد الحقيقي، هنا البعد الحقيقي كما قلنا دائما الحقيقية هي المسافة على التصميم في المقام السلم، 12 في 500، دونك 12 سنتيمتر في 500، دونك 5 في 2 10، 5 في 1 5 والاحتفاظ 6، ونزيد هاد الصفرين. سنتيمتر أنا باغيها بالمتر، دونك سنتيمتر ديسيمتر المتر، دونك 60 متر. هنا إلا بغيت السلم، القاعدة ديال السلم حتى هي تحفظوها، وخا مديريناش هنايا. دونك إلا بغيت السلم شنو تندير؟ تندير البعد الحقيقي نقسمو على البعد المصغر، وندير واحد على، دونك هنايا راه ضروري غندير واحد على، دونك 90 متر. أول حاجة المتر مع السنتيمتر ما يمكنش، إذا نحولها، دونك متر ديسيمتر سنتيمتر. دابا غندير 9000 سنتيمتر مقسومة على 6 سنتيمتر تساوي، دونك هنا نديرو العملية، 9000 مقسومة على 6، دونك هنا فيها 1 نزلو الصفر، فيها 5، 5 في 6 30، بقاو هاد جوج أصفار نزيدهم هنايا، دونك 1500. إذا السلم هو هنا راه بحال بحال غنختازلو بيه، بقى 1500. إذا 1 على 1500، 1 على 1500. مزيان، هنا بغيت البعد المصغر، غندير العكس. هنا ملي كنت باغي الحقيقي كندير الضرب، لاحظوا كندير الجداء يعني الضرب، ولكن إلا بغيت المصغر غندير العكس،
غندير القسمه 150 قسم على 2000، ولكن تنحول باش تعطيني بالسنتيمتر. دونك هنايا 150 متر نحولها للسنتيمتر، دونك هذا متر ديسيمتر سنتيمتر. دابا غندير 15000 غنقسم على 2000، دونك 15000 غنقسم على 2000. دونك يمكن لي نختزل بثلاثة الأصفار مع ثلاثة الأصفار، بقات 15 حل فيها من جوج، دونك فيها سبعة، سبعة في جوج 14، والباقي واحد، غنزيد صفر وندير الفاصلة، فيها خمسة، خمسة في جوج 10، إذا 7.5 سنتيمتر، لأن علاش هذا خدمنا بالسنتيمتر، إذا 7.5. جيد، دونك نتمنى تكونوا فهمتوا، يعني عليكم الا تحفظوا هاد القواعد هادو ديال السرعه المتوسطه وهادو ديال المسافه الحقيقيه. كنكونوا كملنا صفحه 124. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.